ده انا متاح فيه 8 اوت، فاخدت انا من هنا خليت ده البرايمري وده السكندري بتاعي، ده خليته اخدت منه 7 اوت، وخدت الاوت الثامن خليته انبوت للايه للزل الثاني، يشغل الزل الثاني يشغل عليه 5 صمود التبريد. انا عندي 12 صمود، خدت 7 هنا والسبعة التانيين خدتهم هنا. ماشي. طبعا انت بقى عشان تربط بين الاثنين، انت ايه زي ما محمود شرح الرسمه كده، يعني انا هتاخد انت ايه الفيلا دي، يعني زي ما هو قالها بالظبط. طب ممكن شغال الناس ازاي ممكن نعملها تست برضه، يعني لو انا ما عنديش مثلا برنامج نفسه وبرنامج وعسى قفلت البرنامج وعسى طبقه هناك، خلاص انت عملنا اللادر، خلصنا اللادر بنفسه وصلناه، خدت ايه محدد التايمنج ومحدد التايمنج وكل حاجه، خدت بقى انا نقطه هنا في ده في الفيديو ده بس بقى الدرايز اللي قلنا عشان انقل شفت ايه نقول ايه. عملت انا ايه كاونتر، الكاونتر ده بيعدي لي كيو 7 اللي هي اخر واحده اخر صمود في الثانيه، بيعدها لي كم مره؟ بيعدها لي مرتين مثلا، انا عايز اعمل ايه؟ يبقى شغال مرتين، هيعدها لي مرتين اثنين، بعد المرتين بتاعها لما يخلص مرتين يبدا يلقط الكاونتر ده. الكاونتر ده بيشغل كويل بتاع تايمر ثاني على اساس ان هو برضه مش كيو 7 تخلص، صمود رقم 7 يخلص شغال لي الثامن على طول، لا يحط في تايمنج بينهم الاثنين. التايمنج ده خدته نفس التايمنج اللي هو بايه؟ بينقل بين التايمنج ده هينقل التايمنج بتاع النقل من ده لده السويتش من كيو 8 عشان يدخلها انبوت، يعني من كيو 8 لغايه الثاني او بتنقل من اللي من الزيرو الاولاني للزيرو الثاني. بعد ده بينقل لك بقى ايه بيشغلك الكيو 8 وبعدين بيشغلك كيو 8. كيو 8 يعتبر اللي هو ايه؟ لو كيو 8 اللي انا موصله هنا على انبوت واحد ده هو الانبوت واحد اللي هيشغل لي السيكونس الثاني اللي هو ده، او انبوت 2 معلش انا وصلت هنا انبوت 2. بنزل كل سوفت وير للزيرو لوحده بحد ذاته، كل واحد لوحده طبعا انا بعرفه. طب السؤال بس انبوت 2 اهو، وبعدين بشغل برضه السيكونس بتاعي الكاونتر عدى مره ثانيه خلص ال 12 يرجع يعد من تاني. لا مش هيرجع يعد من تاني بقى خلاص، انا ايه هيرجع يعد تاني. اللي احنا قلنا عليه امبارح ان احنا قلنا نخلص كل زيلي يخلص الجزء بتاعه مره لوحده، ده يعني ينظف الفلاتر بتاعته مره واثنين وثلاثه على حسب ما انا عايز. تمام. وده ويخلص ما عادش لازمه لما يخلص عد بقى مين اللي على التاني عشان ما افضلش ايه خلص عد ارجع بقى تاني خلص عد. انا محتاج ايه وصله بس واحده من اخر واحد من كيو 8 لغايه كيو ايه لو خلص عد بقى تحتاج ان انت تعمل مفتاح سيلكتور انت بقى لو عملت بقى لو خلصت ترجع تاني تشتغل تاني بقى بتعمل ريسيت تاني بقى من ايه من مفتاح الايه سيلكتور سويتش. عامله كده عشان اخلي واحد اوبريشن تاني يعمل سيلكتور ما شغال لوحده، انت عشان شغال واحد بقى عايز ديفرنشال بريشر سويتش وتشغل بقى وبتاع. احنا دلوقتي احنا بنجاوب، يعني انت دلوقتي انت قدامك كل الاوبشن، يعني انت هناك ممكن تاخد على ديفرنشنال، ممكن تاخد على سيلكتور، ممكن تشغل من الزد اللي هنا. وهم بتوع الاوبريشن سيستم بيفضلوا كده عشان بيخاف على الهواء عشان ده بيسحب كميه هواء في الديفرنس، بيسحب كميه هواء كبيره قوي فهو بيخاف، فهو بيحب يجرب بنفسه، يعني بيبقى شغال بالسيلكتور احسن له من هو يعمل ستارت ويشتغل مزود وتطلع من الكاونتر نحطه في تايم ريلي. ماشي. انا اقول بس برضه فكره قبل ما نمشي في اللادر، لان اللادر ده انا خليه في حاجه ثانيه. انا بعد ما اخلص بعد ما اعمل اللادر بتاعي عامل التوصيلات بتاعتي ال 24 كده اوصلهم على الاي ال ان على الموجب السير بتوعي، ببدا بقى ايه اوصل كابل الكونفجريشن بتاعي، كابل الكونفجريشن اوصله على اليو اس بي، وابدا اعرف اليو اس بي بتاعي كل واحد على ايه على كيك. طبعا انا دلوقتي انا هوقف خلاص بقى ده بس عندك عشان نشوف بس. ماشي. بتجيب انت بتجيب ايديت، طبعا انت عايز تكتب بتكتب ايديت هنا بعمل ايه؟ بجيب حاجه من قائمه الترانسفير، بجيب حاجه اسمها كوميونيكيشن كونفيجريشن، وبختار منها رقم اللي هي البورت بتاعت اليو اس بي بتاعي اللي انا موصل عليه. ماشي. ونفس النظام في التاني، لو انا هتواصل اكتر من جهاز ممكن اتواصل اكتر من 4 على حسب عدد اليو اس بي اللي عندي. خلصت انت كده وايه الترانسفير،
خلصت اتاكدت من البورت الموجوده تبدا بقى تعمل ايه تاخد منصفين انت عايز تنقل الايه بعد ما خلصت البرنامج عايز تنقله من البي سي من الكمبيوتر على المديول نفسه فبتنقله بي سي للمديول بدات نقلت تعمل بقى السيميوليشن بتاعتك انت عايز تشوف السيميوليشن بتاعتي ده حقيقي ولا لا عامل هنا عشان التسهيل ضيف انا هنا اول زياده اللي هو تكست كاتب فيه عشان يضحك على الشاشه بس عشان ما عنديش سولونويد انا يعني المفروض اوصل على سولونويد وايه سولونويد لا عشان ايه تبقى حاجه ايه شايفها قدامك انت موصل لايه موصل حاجه تكست كده انا بكره عشان هو ده الخرج بتاعي تكست ده حاجه اوبشن اه ما الخرج موجود اهو الخرج اصلا كده كده موجود الباب اللي معاه موصل تكست انا ممكن اسيبه وبرضه احطه عشان اسيبه عادي انا هسيبه ماشي وعملت ايه بتبدا بقى تشغل من هنا كده من العلامه دي كده دي علامه مونترنج بتشغل وقت ايه وقت ما تحب تعمل ايه طبعا مش هعمل دلوقتي لانه مش موصل جاي هيديك رساله غلط لان انت منزل ده وصل لا خلاص ما تشغله عايز تشغله تاني تشغله تاني عايز تشغله تاني شغله تاني ماشي تحب تشوف كل مواضيعنا ماشي اتوقع الله خلاص ماشي بص ماشي انا هنبدا المونترنج الاولاني بيحمل هجيب المونترنج التاني عشان بس ما اقدرش اضغط بقى على زد واحد كل شويه انا هضغط انا اي واحد من هنا اللي هو يعتبر كلمه السويتش عشان ما اقدرش اضغط يعمل ايه هو السيكونس لنفسه مع بعض مش لو بنخلص طبعا بضغط 1 بعد ما اخلص المونيتورنج بضغط 1 على الاثنين بقى ايه هضغط انا اي واحد ماشي زيد واحد من هنا عشان ماشي كده بيه بينظف الفلاتر مره انت عاملينه في الكاونتر ان هو ينظفها مثلا مرتين على فكره لسه فاكر على لسه على موضوع السكند سولونويد وهنا مش قلب حاجه ايه تكست طلع السكند سولونويد وده هنا مش قلب حاجه سكند زيلو سكند زيلو سولونويد سكند زيلو انت عايز تعملها ايه ريست انت محتاج الكاونتر تعمله ريست اللي هو المفروض يزيد 2 يزيد 2 وانا كنت بتكلم فيه ان الكاونتر تعمله ريست ماشي خلاص ماشي طب السوفت وير كسوفت وير انا ايه هو يعملها هناك في السيليكتور يعني على السيليكتور سويتش هو السيليكتور عادي موجود يعني الكاونتر يعني عشان تعمل السيليكتور عشان اغير الكاونتر انا ممكن اشيل الكاونتر ده خالص يعني ممكن انت قدامك اصلا اوبشن يعني ممكن تحط مثلا اول ما كيو 7 اي حاجه يعني انت عايز مش انت ممكن تخليها بتايمر بس لا ما انا ممكن اخليها بعد كيو 7 بعد كيو 7 مثلا 5 دقائق مش عايزها طبعا 10 بعد السيكونس ده احسن السيكونس ده ياخد وقت قد ايه واعمل لها تايمر لوحدها زي ما انا حاسب هنا كده انا حاسب اصلا هنا حاسبها بتتغير على حسب عدد الاوتبوت شفت هنا دي السيكونس مثلا بياخد من بياخد كام بياخد هما دول 6 انترفل من مثلا كيو 1 لغايه كيو 6 وبعدين عشان ترجع تعمل كيو 1 تاني 6 انترفل كل واحده 8 ثواني 6 في 8 48 ثانيه وضاف عليهم 3 ثواني احتياطي كده عشان خاطر عمليات التدريس 51 بندخلها هنا
عجباني الكتاب فين يا احمد؟ احنا بقى لا مراش ماشي لازم تضغط مره كمان لا بقى عشان تركز الجيش الجيش مين مش جاي اهي جاي سوفيت مش سخن ولا في ورديش يعني بحب الفلوس عايز زي مش كده بقى 2500 طب بص على التليفون انا بص على الشاشه طلع 2000 بس شو ده بقى 2500 لا هو 2500 لا هو 2500 طبعا اول ما يخلص هنا هيجي اللي هي هتلاقي اللي السويتش ده لقط اللي هو الكيو 8 اللي هو كيو 8 اللي هو ايه اللي بصد 1000 وكيو 8 ايه 1000 وكيو 8 10 شهرين سكند زيليو ده بقى ده يعد احنا عملنا يعد 3 مرات بقى خلاص ماشي انت ايه ما بقى احنا خلاص هاد نسانا نشوف لك طبعا ايه هل محتاج بقى تضغط تاني ولا محتاج تضغط ان شاء الله شوف بقى هي هيقلب تاني ولا لا هنجيب من الاول 8 تاني ولا لا هو طبعا انا من هنا جاي على هنا اه نشوف بقى بعد ما اخلص 12 اه هيقلب بقى يرجع 8 تاني ولا لا ما معرفش يبقى في مشكله 12 رجع على 8 لا المفروض يرجع على 8 شفت كذا زرار لا المفروض زرار لا هنسال كده في الشغل الله ينور هندسه ¿Aló?